الأفكار والرؤى حتى أصبحت أجسام يمكن الجلوس إليها والتفاوض معها؟ لا شك منذ الاستقلال البلد تحمل في حشاياها جينات احتجاجية قبل أن تكون مسلحة. إخوتنا في الشرق يتكلموا عن قضيتهم جبهة الشرق مبكرا في عام 56-57، إخوتنا في جبال النوبة يتحدثوا أيضا عن قضية جبال النوبة في عام 58، أبناء دارفور تحدثوا من خلال نهضة دارفور، جبهة نهضة دارفور. هذه الاحتجاجات كلها طبعا بالإضافة للجنوب، يعني أربع جهات كلها ملتهبة، إلا الفرق بين الجنوب وهذه الحركات حركات سلمية، كانت حركات كلها سلمية، جبهة الشرق وجبهة جبال النوبة ونهضة دارفور كلها كانت حركات سلمية. لكن فيما بعد أن الحكومات السودانية لم تهتم بقضايا الهامش تحركت الحركات المسلحة الأخيرة في عام 2002-2003 في دارفور وفي الشرق أيضا في الألفينات، وهذا طبعا ضاعف من الأزمات المتلاحقة في البلد بكلها. نعم دكتور محمود أبو بكر مدير الإعلام بمركز إشراقات هو أمين أمانة السلام. نعم أمين أمانة السلام بالمركز، بعد التحية لك من جديد. بالتأكيد هذه المسحة التاريخية يعني خلقت أرضية مناسبة للانطلاق في محاور متعددة في هذه الحلقة من إشراقات الغد، فبتقديركم يعني أين تكمن المشكلة الحقيقية في عدم الوصول للسلام في هذه الفترة الطويلة من تاريخ الصراع ما بين الهامش والمركز؟ شكرا أستاذ جعلي وشكرا المشاهد الكريم وشكرا قناة الشروق. حقيقة دولي كل المظالم التاريخية اللي هي بعد الاستغلال، يمكن جذور المشاكل كلها اللي هو الظلم الاجتماعي. نعم يعني الظلم، انت ملاحظ الظلم حصل من المركز لكل الهامش، سواء كان في دارفور سواء كان في جبال النوبة سواء كان في شرق السودان. فطول ما في مظلمة معناه اذا في حراك هيكون موجود، وده اللي كان سبب المشاكل اصلا. بالنسبة للمركز، المركز ما كان في تنمية متوازنة، ما كان في إشراك بالنسبة للسلطة، ما كان في إشراك بالنسبة حتى بالنسبة لكل الدولة كلها في كل مصالحها. تلاقي أنه كان في شوية في ظلم حصل على بعض الأقاليم، وده اللي هو ولد النزاعات الموجودة كان في الفترة الماضية، وولد الحركات الأخيرة في دارفور وفي الجنوب وفي جبال النوبة. فلكن نحن الآن الحمد لله نعتبر نتكلم عن سودان جديد. نحن الآن نتكلم عن سودان جديد. أنا بالنسبة لي أتمنى الناس كلهم يتحدثوا عن سودان جديد اللي هو سودان بعد الثورة بعد 19 ديسمبر. فخلاص أوكي، في مظالم حصلت، في مظالم تاريخية حصلت. الآن على المجلس السيادي وعلى حكومة الخبير حمدوك يجب أنه هم يعني يسعوا بكل ما عندهم يحققوا سلام. فالخطوه الان تمت في 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 الجنوب، دي خطوه اعتقد مباركه جدا جدا، وانا اعتقد المجلس السيادي على راسه الفريق محمد حمدان اعتقد عمل خطوه كبيره جدا جدا. احنا ان شاء الله حنجي يعني لهذا الاجتماع المهم اللي جمع المجلس السيادي بهذه الحركات المسلحه، ولكن دعنا يعني نتحدث مع دكتور عليوه عن اهميه تصفير العداد، يعني ان نبدا ما السودان ما بعد الثوره في ان نفكر جديا حركات مسلحه وكذلك يعني مجلس سيادي ومجلس وزراء، وكل انسان حادب على مصلحه هذا الوطن كل في موقعه في ان يكون هنالك سلام. فما المطلوب يعني من كل هذه الكيانات مجتمعه في انه نخلص النوايا في انه يكون في سلام حقيقي في السودان؟ فبعيد عن طاولات التفاوض، هذا شان رسمي، لكن هنالك يعني يجب ان تكون هنالك جهود لنبدا من حيث بدات الثوره. تمام، انا معك في المصطلح تصفير العداد، ده مصطلح جميل جدا. نعم. لكن حتى نصفر العداد لابد ان نراجع تاريخنا الحديث لكي نستفيد. نعم. تاريخ العظات والعبر، يعني هذا المقصود. احنا عشان لما نتكلم في هذه الحلقات عن السلام واخطاء الماضي، نعم، ليس القرض هو نقد الفئة المحددة أو حكومة معينة، ده موضوع آخر طبعا. لكن إحنا حقيقة بنركز بس على شذرات محددة في الاتفاقات السابقة، ولذلك إحنا نفتكر تصفير عداد ده أهميته في أن فقط نستفيد من أخطاء الماضي. من أخطاء الماضي طبعا دائما الحكومات تلتزم،
دائما للأسف الحكومات بتكون متضايقة وعايزة تظهر للجمهور بأن هي أنتجت سلام، ولكن في سويداء القلب ما فيش التزام. هذه نقطة أساسية بنفتكر أنه أي حكومة راشدة عاقلة لابد تنتبه لهذه الأخطاء التاريخية. النقطة الثانية تكون في عدالة في الاتفاق، يعني حتى الطرف الثاني لو غفل عن شيء أساسي أنت من حقك تنبهه. نعم. لأنه هذه الاتفاقية ليست ملك للطرفين، وإنما في النهاية تنتهي ملك للمجتمع والوطن بأسره. والنقطة الثالثة يعني الشعور العام بظرف الوطن، يعني الناس كلها تستشعر، يعني ما في حد عايز ياخد 100% لا متفاوض الأول متفاوض الثاني. وبالتالي أعتقد هذا المضلع ثلاثة أركان مهم جدا جدا لأي إنسان هو يصفر العداد ويبدأ من جديد. نعم. دكتور محمود، يعني تحدث الدكتور علاوة عن أهمية يعني تصفير العداد الذي أشرنا إليه بنوايا مخلصة، لكن يعني بالتأكيد السودان عندما يوقع هذه الاتفاقيات بالتأكيد لابد أن تكون هنالك بعض من نقاط الهشاشة اللي بتؤدي لهذا النقص اللي تكلم عنه الدكتور علاوة. هل بتعتقد أنه يعني الاتفاقات التي تمت لم تكن هنالك يعني قوة بتمكنها من الاستمرارية؟ والله طبعا في اختلاف بين أنه تتوقع اتفاق وتصنع سلام. هي حقيقة اتفاقيات كلها كانت على الورق، لكن على الواقع ما كان صنع السلام، لأنه ما خاطب الجذور الأزمة. المتجهة في حاجة يسموها السلام الاجتماعي. نعم. وإنت عشان تخاطب السلام الاجتماعي وتكون تصنع سلام، السلام فيه صناعة وفيه بناء وفيه حفظ. الاتفاقيات المدى كلها هي على الورق لا بأس بها، لكن على الواقع ما كان فيه، لا كان في بناء سلام، لا كان في صناعة سلام، ولا كان في حفظ سلام، بدليل أنه كل الركائز الأساسية أنت تبني بها سلامها موجودة. نعم. يعني كان ما كان في حكم راشد، ما كان في اللي هو حكم القانون، برضو ما كان في إدارة الموارد بصورة كويسة بالنسبة للمناطق تحت السودان بصورة أجمع. فدي كلها بتأدي لشنو؟ ما بتجيب لك سلام. أنت تصنع سلام محتاج تخاطب اللي هو جذور التوترات أو الأشياء تخلق لك نوع من النزاعات، زي ما بقوله يعني أنت عندك حاجة بتحت، نحن نقول لك اللي هو النار تحت الرماد. نعم. أنت لازم تطفي النار دي من تحت. فانت ما لم تخاطب جذور الازمه، يعني كيف انت تشرك الناس الاساسيين؟ يعني الان احنا قلنا المناطق الناس المهمشه تشركوا في حاجاتهم. يعني انا مثلا انت الليله الان في اذا كان في اي اتفاقيه تمت، نعم، انت ما لم تخاطب جذور الازمه كلها. الجذور هي جذور واضحه جدا، حكم الراشد بالنسبه لحكم القانون، بالنسبه لتوزيع موارد، فدي معادله التنميه المتوازنه، دل هي اساسا جذور الازمه. كانك انت عايز تقول انه يعني من الاهميه بمكان اشراك حتى المجتمع المحلي المكتوي بنار الحرب، او اللي دفع فاتوره هذه الحروب اللي دارت في جغرافيا متفرقه من اجزاء السودان. فيعني ما يكون سلام فوقي، الناس تجلس في مفاوضات مغلقه او مفتوحه او غير ذلك من الفنادق او غيرها من الاماكن التي تستضيف هذه المفاوضات، وياتوا ليوقعوا على هذه الاوراق بعيدا عن يعني المواطن الذي اكتوى بهذه المشكلة. بالضبط ده أنا أقصده، أنه أساسا ما لم تشرك اللي هو أهل المصلحة. أنت الليلة ناس اللي هم يعني مكتوين بعدم تنمية في مناطقهم. أنا يعني مثلا خد مثلا إكزامبل، مثلا خد دارفور. نعم. يعني دارفور ما في طرق، في دارفور ما في طرق، ما في كهرباء. أنت اللي واحد بيخرطوم يشوف في كهرباء، في طرق، في تعليم، في جامعات، بيشعر بالغب. بيشعر بالغب أكيد طبعا. بالغب بيؤدي لشنو؟ خلاص لتورد من الداخل، معناه في نزاع هيحصل معناه. لكن انت من تنقل التنميه من المركز تنقل لاهل المصلحه اللي هم حقيقيين في مناطقهم، اذا ما في غبن. يعني انا بمشي خرطوم بشوف مثلا جبال النوبه بلاقي مثلا وجود تنميه، خلاص اذا انا ما خرطوم ما في اختلاف. يعني خذ مثلا عندك اثيوبيا. نعم. انا اثيوبيا تلاقي مثلا المناطق الخارجيه العاصمه اثيوبيا بتلاقي في توازن لا باس به. امشي شوف الدول الاوروبيه كلها، ما تلاقي مثلا العاصمه هي تختلف من 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 الاقاليم. لكن احنا عندنا مثلا كل الاتفاقات توقعوها قبل كده. نعم. وقعوها ناس اللي هم يعني على الورق في المكاتب المغلقه، فده ما بنفع. فانت لا تشرك اهل المصلحه. نعم. وهم يحكوا لك حاجياتهم، هم شعارين، هم منقوصهم شنو يعني. نعم. فاعتقد يجيب سلام يعني. نعم. دكتور علاوي، هل من اضافه فيما يتعلق باشراك المجتمع المحلي اللي هو يعني الدافع المباشر لهذه الفاتوره، لهذه الحرب التي يعني دارت في مناطق مختلفه من السودان؟ بالضبط.
أنا في الحقيقة جبت معي الكتاب ده. الكتاب ده اسمه أثر الصراع بين دولتي السودان وجنوب السودان. نعم. للدكتور عبد المجيد عبد الرحمن أبو ماجدة. الكتاب ده في الحقيقة أهميته في نقطة تتعلق عن هذا الموضوع. وأخونا الدكتور الشفيع خضر سعيد وهو الآن رجل قريب جدا من حكومة الدكتور الخبير حمدوك وأنا بحييه من هنا يعني. وإحنا ما دارين يعني نستنطق الناس بأقوالهم ولكن التذكير الدكتور ده قال كلام ممتاز جدا أنا أعتقد لخص كل حياتنا بنتكلم عنها وصراعاتنا في جمل بسيطة. نعم. وأنا هنا أشدو بأنه يستذكر هذا الكلام الذي كتبه دكتور شفيع حتى يساعدنا وإحنا نتفاوض مع الحركات. الرجل ده قال لقد صارت الحروب الأهلية بالسودان داء عضالا وساهمت الحكومات الوطنية المتعاقبة وقيادات الحروب الأهلية أينما كان بالفعل أو العجز في تغذية بذور الانشقاقات والانشطارات والمواجهات في كل مكان من أرجاء السودان فأصبحت كل محاولات إكساب إقليم جنوب السودان حدا أدنى من السلام الاجتماعي من خلال مؤتمرات الصلح الصورية أو آليات فض النزاعات التقليدية المحلية عديمة الجدوى والفائدة هي دائما وأبدا لا تخرج من دائرة الوعظ والإرشاد بأهمية الوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي وجبر الضرر والمجاملات الدبلوماسية الشكلية. ومن المدهش حقا أن قضية النزاعات والصراعات القبلية لم تطرح بشكل جدي على أجهزة الحكومات السودانية منذ الاستقلال فإن كانت هناك ثمة إمكانيات لتطوير نظرية عامة للصراع فإن مدخلات النظرية تشمل علم الأحياء وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والعلوم السياسية والجغرافية والاقتصاد والاتصالات ونظرية النظم ونظرية اللعب والمحاكاة والنظرية الاستراتيجية وصناعة القرار وحتى الفلسفات الأخلاقية. فالصراع في صميمه هو تنازع الإرادات الناتج عن الاختلاف في الدوافع وتصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكانياتها. فهذا الكلام بيلخص كل القضية أنه إحنا كل اللي بيحصل في السابق كان حاجات صورية عشان الحكومة تقول والله عملنا سلام في أبوجة وهو لا يسوي الحبر الكتبه ثم تأتي اتفاقية الدوحة وهلم وجرة. أنا أعتقد أنه أنا الأوان إلى الصورية دي أن تمزق وأن نأتي بفهم جديد مع الثورة الجديدة دي. نعم. وبلدنا ترتاح ده كل بنشده أنه نستفيد من أخطاء الماضي حتى ندخل إلى اتفاق سلام شامل حقيقي وما نكتب إلا ما نستطيع أن ننفذه. نعم. يبقى تنفيذ ما يعني وقع عليه يصبح تحدي لكافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق. دكتور محمود يعني مسألة الرعاية الدولية معروف أن السودان بحث عن السلام في عواصم مختلفة وكانت تلك رعاية دولية وربما يوقع هؤلاء يعني الذين رعوا هذه المفاوضات كشهود أو كذلك يعني غير ذلك من الأشياء التي يوقعون عليها. هل الرعاية الدولية للسلام في السودان بالتحديد يمكن أن تأتي أكلها بمتابعة السلام أن تساهم أيضا أنت يعني تحدثت عن صناعة السلام وعندما يعني الناس يتحدثوا عن صناعة معناها هنالك كثير من المطلوبات لهذه الصناعة وهناك كثير من التحديات فأن تكون هنالك صناعة لابد من أن يكون هنالك شركاء يعني الذين يوقعون كشهود أو يرعون هذه المفاوضات يجب عليهم أن يواصلوا الجهد حتى يصبح هذا واقعا معاشا يمشي بين الناس. هو طبعا بالتأكيد الرعاية الدولية ليها جانب إيجابي كبير جدا يعني أنت الليلة كونه يرعى اتفاق بتاع سلام الترويكا والأمم المتحدة والأمريكا فيعني أعتقد دي دول مانحة يعني الآن الدول من حولنا كلها مثلا من في من نزاعات بيكون في مطالب بتاع مانحين يعني هو الضامن للاتفاق اوكي هو ده شنو معناه بضامن الاتفاق. نعم. اوكي ما هو في الان مثلا في تنميه في السودان محتاجه مثلا نقول مليارات الدولارات ما هو ده الضامن يعني المجتمع الدولي ده. نعم. اعتقد في جانب ايجابي الناس يجب انه ينتبهوا له يعني يعني هسه كوني صحيح اقول لك اي دوله لها اجنده حق ما يعني ما في حاجه مجانا اصلا. نعم. ما في مجانا لكن يعني نسال اوكي ما ده في سلبيات في ايجابيات اعتقد احنا نتمسك بالايجابيات
فرعاد اي دوله لاي اتفاق بين اي مجموعه دوله او الدوله، فده بدي قوه للاتفاق والحاجه، وثانيا بدي فرصه انه هي يكون في صندوق بتمانحين اعتقد بيساعد في حفظ السلام. ما انت احنا قلنا نصنع سلام، السلام نصنع معناه ده شنو؟ الصناعه اي صناعه وبناء معناه محتاجه لاليات، محتاجه لماده، مش كده؟ نعم. الماده دي بتحفظ لك الدول والمجتمع الدولي، فانا اعتقد رعايه المجتمع الدولي لاي اتفاق انا اعتقد ده حاجه ايجابيه جدا جدا. وحتى احنا الناس ما يخافوا انه يقولوا ما خلاص اوكي في اجنده، لكن انت اوكي انت خذ الايجابي واعمل حسابك من السلبي يعني. نعم. فاعتقد حاجه كويسه يعني. نعم. دكتور علاوي، يعني الحديث عن الرعايه واستضافه العواصم المختلفه لمفاوضات السلام السودانيه بقودنا مباشره للحديث عن جوبا، عاصمة جنوب السودان، هذه العاصمة السمراء التي نعول عليها كثيرا في أن تقرب الشقة ما بين الفرقاء من أبناء هذا الوطن. سنتحدث في هذا المحور مشاهدينا الكرام مع ضيفينا داخل الاستوديو، ولكن بعد هذا الفاصل تكرموا بالبقاء معنا. المشاهدون الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من إشراقات الغد، وضيفان عزيزان معنا داخل الاستوديو، الدكتور محمد عيسى علاوي مدير مركز إشراقات الغد، ودكتور محمد أبو بكر مدير السلام بالمركز. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي ترعى مفاوضات السلام ما بين المجلس السيادي أو حكومة السودان ممثلة في شقيها المجلس السيادي ومجلس الوزراء والحركات المسلحة، بمبادرة طيبة من سلفا كير، وربما فيها أيضا رد تحية للخرطوم التي استضافت مفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان. نتحدث عن هذا الاجتماع، وإلى أي مدى يعني هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية حقيقية لخلق سلام في السودان؟ طبعا أولا لابد أن نشير للتدخلات الخارجية، وأي تدخل خارجي معناه عجز للعقل الداخلي للأسف. تاريخيا طبعا السودان يعني عجز عن حلول مشاكله الى تدخلات خارجيه، لكن كان في اطار دوله واحده. يعني عام 53 الاحزاب السودانيه فشلت في ان تتوافق على بنود الاستغلال حتى دخلت مصر بقياده الرئيس الراحل محمد نجيب، وذهبت هذه الأحزاب كلها في عام 53 إلى مصر ووقعت على اتفاقية الحكم الذاتي المعروفة. وفي عام 70-71 تدخلت الحبشة ووقعت الحكومتان أو الجهتان المتصارعتان بين السودان والحركة الشعبية بقيادة جوزيف لاغو اتفاقية الحبشة أو أديس أبابا عام 71. و في التاريخ الحديث نعم أبوجا وكان نيجيريا، ولكن الاتحاد الأفريقي من خلفه أيضا، الدوحة 2010 قطر، لكن المجتمع الدولي من خلف الكواليس. الآن ما بقول للأسف، لكن للحصل توزعت أوراق القضية في أكثر من 4 دول. جوبا صحيح راعية، ولكن هناك إمارات وهناك قطر ده بحق القانون الدولي، وهناك مصر وتشاد وإريتريا والحبشة. طبعا ده شيء جديد، لا شيء جديد، زي ما يقولوا توزع الدم بين القبائل. نعم. الآن توزعت تبعثرت الأوراق ما بين هذه الدول المجاورة. أنا أتمنى أن تكون الخلاصة إيجابية بالنسبة لنا، مع تحفظ الشديد كان ممكن تكون جوبا. جوبا أقرب دولة بالنسبة لنا، بل هي السودان. نعم. والفريق السلفاكير يعرف الصغير والكبير في الشمال، وكذلك الشمال يعرف كل شيء عن الجنوب. كان ممكن نحصرها في جوبا، ومعروف الرعاية الدولية والدول الأوروبية والاتحاد الأفريقي ده شيء طبيعي. لكن الآن في دول برزت تتجاذب هذا البلد. أنا أتمنى أنه هذا التجاذب يعني في النهاية يكون لصالحنا.
نعم دكتور محمود، لو تكلمنا عن هذا الاجتماع ما بين المجلس السيادي والحركات المسلحة في جوبا، تفاصيل هذا الاجتماع اللي رشحت عبر وسائل الإعلام وبدء عملية التفاوض أو الاتفاق على أن يبدأ التفاوض في أكتوبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، في تقديركم ما هي النتائج المرجوة من هذه اللقاءات التي تمت؟ أول حاجة والله حقيقة نشيد إشادة كبيرة بالاجتماع تم في جوبا، وشكرا للرئيس الفاكر لدعوته الكريمة للأطراف أنه يتفاوض في جوبا، لأنه الآن أضاف طرف جديد، يعني إذا ما كان جبهة سورية هي لحالة اتحدت ودي حاجة كويسة جدا جدا، الآن أضاف للطرف الجديد اللي هو المناضل البلد الحلو، والآن انضم للاتفاق الإطاري اللي تم في جوبا. فأعتقد مهما كان ما دام في اتفاق معناه في خطوة للسلام، يعني مهما كان احنا نشهد دائما نحن بالنسبه لنا هذا سلام، نحن دعاة سلام حقيقة، يعني فنحن عايزين نشيد بالخطوه تمت، ونشكر عليها المجلس السيادي على راسه الفريق محمد حمدان ومحمد عثمان التعايشي والكوكو اللي كانت معهم. فاعتقد دي كانت خطوه كبيره جدا جدا، وبرضه كان مقابل انه الجبهه السوريه والقائد الحلو. فنحن نتعشم الان حقيقه انه ينضم لهم اللي هو الضلع الثالث عبد الواحد، يعني برضو ما لم انه عبد الواحد ينضم للسلام يكون سلام منقوص، سلام منقوص. يعني مهما كان نحن نتمنى مهما كان رايه في الحكومه الموجوده، مهما كان رايه، فمهما كان نحن محتاجين لسلام في السودان، يجي بشروطه ويجي برؤاه ويجي بحاجاته، لكن نحن محتاجين لسلام، انه برضو لو حتى اي اتفاقيات تمت وعبد الواحد ما جزء منها برضه يكون اتفاق ناقص، يعني نعم اتفاق ناقص. لكن مهما كانت الناس العجله ما بتنتظر، يعني نحن الان الموجود الناس يمشوا للامام ويباركوه ان شاء الله مهما كان، ويتمنى انه ان شاء الله اخونا عبد الواحد برضه يعني هو اخيرا ينضم للربط على السلام. وانا النقطه قالها برضه دكتور محمد عيسى حقيقه، هي طبعا الاطراف الخارجيه اي طرف خارجي له اجنده، يعني لو أجندة، لكن احنا زي ما قال احنا بالنسبه لنا يعني جوبا اقرب لنا، يعني هي جوبا دولتنا السابقه دوله واحده، يعني ما اعتقد في مشكله، فنحن نطمن انه يكون الحوار يكون في جوبا موجود، دي حاجه كويسه جدا جدا. نعم دكتور علاوه، يعني توحد الجبهه الثوريه وكذلك التصريحات المسؤوله لقائد الحركه الشعبيه قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في انهم يعني يريدون سلاما في السودان، هذه التصريحات إلى جانب يعني توحد كيان الثورة أو الجبهة الثورية في كيان واحد، هل هذه العملية يمكن أن تخدم وتسرع من إيقاع إحلال السلام بالسودان؟ طبعا قبل ما نتكلم عن النقطة دي، طبعا الإخوان في الجبهة الثورية وأخونا عبد العزيز الحلو وأخونا عبد الواحد محمد نور، هؤلاء الناس طبعا ناظروا ضد النظام السابق، نضال مستميت وفيه فقد لدماء وممتلكات وفي إزعاج لجماهيرهم من نزوح ولجوء، وقامت الثورة الحرية والتغيير. أنا أعتقد أن هؤلاء الثوار أخذوا في خاطرهم من إخوتهم في الحرية والتغيير في أديس أبابا، لأنه حصل اتفاق والحرية والتغيير لم تضمن هذا الاتفاق في الوثيقة الدستورية، ولذلك حصل خلاف كبير والبون أصبح شاسع. هنا يجي تقدير لإخوتنا في المجلس السيادي، أخونا محمد حمدان دقلو وأخونا التعايشي وزملائهم الذين كانوا معهم، ويجي التقدير الأعظم لأخونا الفريق الفاكير في لم الشمل لهذا التناقض وهذا التبعثر في الحركات، لأنه كان في غضب شديد جدا. وأعتقد أنه دي خطوة ممتازة جدا، يمكن نسميها اتفاق، يمكن نسميها حسن نوايا، يمكن نسميها اتفاق إطاري، الميم كسر لحاجز كبير. عندي نقطتان، النقطة الأولى أنا أعتقد إخوتنا في الحرية التغيير يجب أن يرحبوا ترحيب شديد بهذا الاتفاق ويدعموا ما توصل إليه المجلس السيادي، وإلا هم حيدفعوا الثمن، الحرية التغيير حتدفع الثمن كما دفع عمر بشير الثمن ببعثرة الحركات المسلحة وتناقضات وعدم التزامه بالاتفاقات، هم حيدفعوا الثمن سون أو ليتر. النقطة الثانية، أنا أعتقد إخوتنا في الحركات المسلحة الجبهة الثورية وأخونا عبد العزيز الحلو جبال النوبة لابد أن يلموا شملهم أيضا وشعثهم، لأن هناك في حركات أخرى صغيرة كبيرة، نحن ما عايزين نسمع صوت بندقية تاني أبدا في أطراف السودان نهائي مدى نسمع، لذلك في حركات في يوغندا، في حركات في الكفرة، وأنا أعتقد يعني هن بيقولوا عن قريب العرب
لو نفوس مطايبة بيشيل على قدر رجلينه. إذا النفوس مطايبة العنقريب ده أربعة رجول بيشيل أربعة زول. لكن النفوس لو هو مطايبة زولين ما بيقعدوا فيه. نعم. وبالتالي البلد واسعة، مصالحنا كبيرة، بلدنا فسيحة، حكومتنا رشيدة الآن. أنا أعتقد يجب أن نتضامن وما نحس بأنه واحد بيجي حساب الثاني. بالعكس بالعكس بالعكس، البلد حتشيلنا كلنا. فهم يسعوا اخوتنا الحركات المسلحه بالذات او الدارفور، جبريل وعبد الواحد ومني، يسعوا هم انفسهم الى البحث عن اخوتنا الاخرين حتى ناتي كلنا جميعا لسلام شامل. ما عندنا ثاني وقت عشان نخلي واحد في الخلا. نعم دكتور محمود، يعني حتى ياتي السلام مكتمل لابد من مشاركة كل المعنيين بأمر السلام في السودان. وتحدث دكتور علاوة بضرورة مشاركة كل، يعني مهما كان حجم الحركة المسلحة أو حتى على مستوى الأفراد، لابد من مشاركتهم جميعا في عملية صنع السلام في السودان. فما المطلوب يعني حتى تتوفر هذه الإرادة القوية لكل المعنيين بأمر السلام في السودان، حتى يصبح السودان يعني بلد آمن بفضل هذا السلام الذي يتم توقيعه؟ طبعا بالتأكيد نحن ما دام قلنا سلام دائم مستدام، دائم مستدام ما يسعى الناس كلهم. أعتقد هو كلنا مسؤولين من السلام، يعني سواء كان في الحركات المسلحة أو سواء كان الحكومة أو سواء كان الحكومة بشقيها، سواء كان الحرية والتغيير أو الحكومة في المجلس السيادي العسكري. فأي شخص أعتقد مسؤول أنه يحقق السلام، أنه السلام نحن ما لنا، نحن نحقق السلام للأجيال اللي بتجي. يعني كفاية أعتقد حروب، يعني أعتقد بالنسبة لنا أطول حروب الآن في قارة أفريقيا بدأت في السودان يعني. فاعتقد ده بالنسبه لنا حق ويكون دافع ويكون حافز. نحن سواء كان الحركات كلها يجب انه هي تكون تتحد، انه اساسا المقصد شنو؟ المقصد تنميه البلد، استقرار البلد. ما انت سلام والسلام كيف؟ ما في استقرار في تنميه، ما في سلام ما هذا كله ما حيكون موجود. اخواننا في الحركات المسلحه يجب انهم يتحدوا برؤى واحده وما يكون في مكاسب شخصيه. يعني يكفي انهم يحققوا سلام. نعم. حتى بالنسبة لي أنا، حتى بالنسبة للحرية والتغيير يكفي أنهم يحققوا سلام. يعني ما عايزين سلام مكاسب. أنا بالنسبة لي ما أتمنى أنه مرحلة مع السودان الجديد نحن مع الحرية والسلام اللي نحن الآن نشهد فيه. نعم. عايزين سلام من غير مكاسب شخصية، اللي هو سلام يعلو بالوطن وبالمواطن، يحس به المواطن في كل أطراف السودان. وأنا الله أحب أذكر الشعب السوداني. نعم. يعني أنا شفت مناطق النزاعات، شفت الحروب في دارفور، شفت الحروب في النيل الأزرق، شفت الحروب في جبال نوبة، شفتها في الجنوب. أسوأ حاجة في الدنيا حروب. الإنسان ما شاف حرب، ما عاش، ما بيعرف طعم السلام. نعم. فأنا أتمنى أنه بالنسبة لنا تحاربنا وتقتلنا كفاية خلاص. فأخواننا في الحركات المسلحة يجب أنهم كلهم يتحدوا برؤى واحدة. إن كان الأهداف تختلف سواء كان بنوبة ماونتين أو النيل الأزرق أو دارفور، لكن في النهاية نحن عايزين سودان كبير يسعى الجميع. يسعى الجميع. نعم. يعني في نفس يعني كان في دارفور في النيل الأزرق، يعني إحنا هم شنو السلام، ونحن بتاع دارفور وبتاع الشريك وبتاع أقصى الشمالية هم شنو يعني؟ يعني بسلام. نعم. ده السلام والسلام. نعم. دكتور علاوة، معروف إنه السودان جغرافيا يحادد عدد من الدول. في فترات سابقة يعني حدثت قطيعة ما بيننا وبين كثير من هذه الدول. الآن في ظل المرحلة الجديدة السودان يسعى لأن تكون هنالك علاقات حسن جوار تحكمها المصالح المشتركة ما بين الشعب السودان والشعوب المجاورة في دولها، حتى يعني لا تصبح هذه الدول مراكز تأوي هذه الحركات المسلحة وتكون خميرة عكننا لأجواء السلام في السودان. أيضا لابد من أن تكون هنالك يعني علاقات جيدة مع هذه الدول وإشراك أيضا في عملية السلام بشكل أو بآخر. طبعا دائما الأنظمة الشمولية الدكتاتورية هي اللي بتخلق المشاكل مع دول الجوار، مش طبيعي. نعم. يعني مشكلتنا مع إريتريا قبل سنة، اتهمنا إريتريا وتغزو السودان يعني حاجة بيقولوا ناس بيخلقوا لهم مصيبة كده فقاعات عشان يشغلوا بها الرأي العام. لكن لما جات الثورة احنا قاعدين 4 شهور بدون حكومة، ما فيش دولة واحدة تعدد على شبر واحد من البلد. في حالة كان ممكن أي دولة عندها أجندة حقيقية كان ممكن تغزو السودان، لأنه ما كان من شهر 4 لحد شهر 7 في حالة لا دولة، في حالة لا دولة. لكن كل دول الجوار حتى عندها مقعانة مشاكل حدودية احتربت نفسها. ليه؟ لأن عارف قوة الشعب، قوة الشعب أقوى من قوة الحكومات وبالذات الحكومات الشمولية دي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن أخونا حمدوك وحكومته
أنا شاعر أنه متحركين تحرك هادي وتحرك طبيعي في أنه يخلوا العلاقات تكون مستقرة. صحيح نحن ما ننكر أنه عندنا خلافات حدودية مع بعض الدول، نعم، لكن أنا أعتقد بالمنطق وبالعقل وحتى بالتقاضي الدولي ممكن نأخذ حقوقنا بدون أي إزعاج، فلتستمر العلاقات مستمرة. الخليفة عبد الله عنده علاقات سيئة مع مصر، العلاقات مستمرة بين المواطنين وبين التجارة، العلاقات الشعبية يعني مستمرة. على ما تكون حالات قليلة جدا جدا الحكومة المصرية متعطلة الحركة التجارية، نعم، ولكن مستمرة في أوقات كثيرة جدا، لأنه أي اصطدام مع دولة الجوار حتتأثر الجهات الحدودية، نعم. يعني الآن إحنا أخونا الرئيس التشادي كان معانا هنا في احتفال الحرية التغيير الأخير في أغسطس، نعم. أول مسافر قفل الحدود معانا، أنت عارف الحدود لما قفلها حيأثر مع ملايين الناس في الحدود. أنا ما عارف طبعا السبب شنو، لكن في تقدير أنه يجب أن ننتبه لمثل هذه الأشياء. عم يجيك واحد زائر كريم من دولة جوار حق وتغدره وتبجله ما تحسسه، نعم. لذلك أنا شايف أنه إحنا ما نخلق توترات مع دول الجوار. إحنا دولة يعني قائمة من حروب، دولة اقتصادية تعبانة، المواطن هلكان. أنا أفتكر أنه الطبيعي أن نحتفظ بعلاقاتنا الودية مع دول الجوار. دكتور محمود، هل من إضافة فيما يتعلق بضرورة يعني ترميم علاقاتنا مع الجوار الجغرافي بالنسبة لنا، وإحنا ما بعرفه من حسن حظنا ولا سوء حظنا في أننا يعني نحادد عدد كبير جدا من الدول، وهنالك تداخل قبلي تبادل للمصالح عندما تكون يعني هذه العلاقات على أفضل ما يكون، فضرورة أن يكون حسن الجوار هو مبدأ للتعامل مع الآخر في الدولة المجاورة. أنا في اعتقادي حتى كون يكون الدول السودان محادد بثمانية دول، أعتقد دي حاجة إيجابية شديد. أنت كل ما يكون عندك تواصل مع دول تانية مع شعوب تانية، فأعتقد ده ممكن ينمي الدولة سواء كان اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا، نعم. فدي أعتقد حاجة كويسة. لكن نحن زي ما قال الدكتور شوية، الحكومات المضت بالتوترات اللي تعاملها بالمشاكل اللي تعاملها مع الدول خلقت أنه بيئة غير صالحة بالنسبة للحدود الموجودة في السودان. فكنا أعتقد أن حقه نحول الحدود دي لحاجة إيجابية. يعني الآن نتوقع أنه يكون مثلا كل حدود دي الآن الناس يمارسوا حياتهم الطبيعية من تجارة من تحرك من تنقل، فأعتقد ده بزيد العائد بتاع المواطن الموجود في البوردة في الحدود، نعم. فاعتقد وكان بالنسبه لتشاس، وكان بالنسبه لافريقيا الوسطى، وكان بالنسبه لمصر، وكان بالنسبه لليبيا، فبالنسبه للجنوب دي كلها اعتقد دي مناطق استثمار جاذبه. يعني بالعكس الحدود الكثيره هي حاجه كويسه جدا جدا، ما حاجه بطاله، لكن دي عايزه توازن بتاع سياسه خارجيه متوازنه، سياسه تكون احترام متبادل بين الدول، ويكون المنافع متبادله، يعني مش مشاكل وايوه بتاع حركات ما بنفع طبعا. نعم ما بنفع. دكتور علاوي، تكلمنا عن دور مركز إشراقات الغد عبر باحثي هذا المركز وحتى الكادر العامل فيه، إلى أي مدى يعني يستطيع هذا المركز تقديم رؤى تساعد يعني في عمليات التفاوض، تساعد في إحلال السلام؟ سؤال وجيه جدا حقيقة. المركز بأعضائه وقيمته في أعضائه والخبرات اللي احنا حقيقة اكتسبناها، نعم، ويعني العضوية الفاعلة، يعني عندنا قيادات كبيرة سابقا في الدولة السودانية وأكاديميين وناس عندهم رغبة في الحقيقة في المساهمة في القضية الوطنية. وإحنا الآن عندنا أمانة البحوث والدراسات، يعني عدة أوراق جيدة جدا. أخونا الدكتور محمود أبو بكر هو أمين أمانة السلام والعمل الطوعي، قدمنا رؤانا إلى الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالسلام والحركات المسلحة، ونعتقد أن إحنا حنرفد الحكومة بأوراق جيدة، لأنه الخبرات الموجودة في المركز نعتقد أنه حري بالحكومة أن تستفيد منها. نحن حقيقة في الأيام القادمة إن شاء الله عندنا ورشة عن السلام والعدالة الانتقالية، وطبعا السلام مربوط ربط شرطي بالعدالة الانتقالية خاصة في حالة السودان الراهنة. سلام بدون عدالة انتقالية منقوص، والعدالة الانتقالية طبعا في تفسيرنا لا هي مش ننقل ناس نوديهم منطقة ونجيب ناس، لكن ننقلهم من حالة الحرب إلى حالة السلام. المسافة دي لابد يكون في شروط محددة يجب تلبيتها حتى ننقل الإنسان من وضع لوضع آخر. إخوتنا في الحكومة السابقة أو النظام السابق المدحور زي ما بيسموه الجماعة
نصحناهم كثير في أن يطبوا العدالة الانتقالية. كانوا يفزعوا من العدالة الانتقالية، يفزعوا منها، يخافوا كأنه العدالة الانتقالية كأنها رهاي. أبدا، العدالة الانتقالية صحيح في حقوق وفي واجبات وفي محاكمات، لكن بأيادي وطنية بدون تدخلات وبقناعات. وبالتالي احنا حقيقة ورشتنا اللي جاية دي إن شاء الله هتكون محضورة من كفاءات كبيرة، وحندعو الجامعات السودانية وحتى دولنا الإقليمية التي ست أشرنا عليها اللي تورطت معنا في ملفه جزاه الله خير في الحركات المسلحة والجبهة السورية وغيرها، حندعوهم عشان نقدر نتحدث أولا على السلام، لكن شرط سلام الجاي يكون مربوط بالعدالة الانتقالية، وإلا سلام زي أبوجة وزي الدوحة وزي الحركة الشعبية حكومة. يعني أسف في انتهاكات كثيرة كان في الجنوب، الحركة الشعبية سكتت عليها، خلاص هي حقها سكتت عليها سكتت، لكن إحنا ما حنسكت. نحن الانتهاكات اللي حصلت دي في دارفور أو في جبال النوبة أو النيل الأزرق، أنا بس أتكلم عن دارفور طبعا ما أقدر أتدخل فيه، لكن في دارفور بالذات نحن حريصين على السلام وعلى العدالة الانتقالية، وإن شاء الله هذا المركز يقوم بهذا الواجب. وتحدثنا مع إخوتنا في الدولة الآن، ونحن والله سعيدين جدا بأنه كنا نجلس مع أخونا الفريق محمد حمدان دقلو وبلغناه في العدالة الانتقالية، قال أنا شخصيا موافق على هذا الكلام، وإذا في أي إنسان طالب في القضية أنا أمشي المحكمة وأشيل الدبابير وأقعد أتقاضى مع أي شخص. دي الروح دينا إحنا في الثورة، دي الروح دينا القائد الكبير، هو يتقدم الصفوف، يتقدم الصفوف إذا في أي مساءلة، يتقدم الصفوف إذا في أي محاكمة، يتقدم الصفوف، الآخرون سيتبعون الخط. ولكن إذا القائد هو يتقاعس ويخاف ويرتجف من أي مساءلة، يبقى الآخرون حيختفوا نهائيا. وإحنا مع الثورة الجديدة عايزين السلام مربوط بعدالة انتقالية عشان ننظف هذا الجرح، لأنه الجيل اللي بعدنا أطفالنا اللي ولدوا في الحرب اللي ولدوا في الحروب الآن عندهم مراهات شديدة جدا. إحنا ما بنقدر كلهم نرجعهم إلى الجادة، ولكن الغالبية العظمى نخاطبها مخاطبة حقيقية بقضايا حقيقية حتى نتعافى ونتصالح ونبني مجتمع كما تفضل الدكتور محمود، يعني سلام نصنعه ونبنيه ونحافظ عليه كلنا إذا شاركنا المجتمع كله. دكتور محمود أمين أمانة السلام بمركز إشراقات الغد، وتحمل الأمانة اسم كبير، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن السلام، فنتكلم كمان عن دور هذه الأمانة فيما يعنى بأمر السلام في السودان والإسهامات اللي ممكن تقدمها. بالتأكيد الرؤية كلية للمركز، لكن الأمانة لديها ما لديها من رؤى. وبالتأكيد نحن بالنسبة للمركز لدينا خبراء، يعني مجموعة من الخبراء شغالين في منظمات، يعني كويس ان احنا كلنا اي واحد شغال في منظمه، في منظمه دوليه في منظمه محليه، فاعتقد ده ادانا بعد لاكتساب خبرات يمكن متداوله بيننا نحن كافراد. يعني احنا اعتقد الان عندنا خطه بالنسبه للسلام، خطه صغيره لحد نهايه 2019 والخطه لحد 2020، اللي هي عندنا سلام سواء كان تنمي قدرات الناس اللي هو الاعضاء تاع المركز ذاتهم بحيث هم يكون دعاء كلهم للسلام، أو عندنا ورش للسلام بالتعاون مع جامعة السلام وجودة جامعة مركز السلام في الجامعات الموجودة في خرطومنا، وبالأهم شيء عندنا ورش للسلام في مناطق النزاعات. نحن إن شاء الله إحنا عندنا خطة بتاعت عمل ورش في مناطق النزاعات اللي هم الناس الأوردي هم يعني مكتوبين بالحروب سواء كان في دارفور أو في نوبوتا أو في بلونايل، يعني فحسنا الآن في قدامنا عندنا ورشة مهمة شديد إن شاء الله، يعني أو سيمينار خاص بالعداله والسلام، يعني هذا زي ما قال تفضل دكتور محمد عيسى عليه، اللي هو نحن هنربط ان شاء الله يعني السلام، وبعدين نقول انه اصلا ما في عداله تغلي الا بعد شنو؟ بعد السلام يعني. وان شاء الله نحن باذن ان شاء الله باذن تعالى احنا دعاء للسلام، وان شاء الله لم يألوا لنا جهد الا نشوف السلام، قالوا ما شاء الله نغادر هذه الدنيا، نتمنى أن السلام ده نشوفه في السودان كله. الله أكبر. نتمنى الله رأي العين إن شاء الله. إن شاء الله. سلام حقيقي، يعني سلام حقيقي، والناس يكونوا عايشين في سلام يعني من داخلهم، ويتعكس هذا في مؤسسات بتاع الدولة، في مراكزنا بتاع الدولة التعليم، سواء كان في العبادة، سواء كان في كل منطقة، هذا الناس يتحدث بالسلام. يعني مثلا عندك إيطاليا يقول لك يا خام أنت في إيطاليا ابتسم. عايزين ان شاء الله الناس يكون في السودان تحدث عن السلام. نعم، بارك الله دكتور علاوي. لم يتبقى لنا كثير وقت في هذه الحلقه من اشراقات الغد، وهي الحلقه الثانيه كما اشرنا في بدايه هذه الحلقه، تحدثنا عن الفوقيه
في عملية السلام في السودان، وده واحد كان من أسباب الفشل الاتفاقات التمت بين الحركات المسلحة والحكومات المتعاقبة على السودان. المركز أيضا معني بشكل كبير جدا بالسلام الاجتماعي، وأيضا أن يتنزل عبر برامجه للمكتوين بنيران الحروب التي دارت رحاها في جغرافيا مختلفة في السودان. فشنو الدور اللي بيلعبه بالنسبة لأصحاب المصلحة الحقيقية اللي تكلمنا عنهم في بداية الحلقة؟ أي نعم، إحنا في الحلقة الأولى تحدثنا تقريبا عن هذا الموضوع، وقلنا وجوب ارتباط المجتمع المحلي بما توصل إليه من سلام، وقلنا يعني المواطن إذا حس أنه في تنمية لا يمكن يسمح لأي واحد يعتدي عليها. يعني مرات الحركات المسلحة سابقا طبعا دارفورية، لأن المواطن مغبون، هم زايدين غبن، يضربوا سريكة على الموية، المرض يضربوا لأنه سريكة فاضي ما فوق موية، الدير التوازي هي وين ما فيها موية مثلا، يضربوا المستشفى يقول لك يضربوا المستشفى لأنه ما في طبيب ما في معدات، وبالتالي المواطن نفسه يساعد التخريب لأنه ما وجد نفسه في الخدمات والتنمية. لكن احنا بنقول أن الدولة يجب أن توصل خدمات، تفضل دكتور محمود بكر، على كل يعني أنا شقيقي كان في دمازين بيحكي لي كلام دكتور محمود بكر، بيقول لي من الحبشة طريق الأسفلت والكهرباء إلى آخر قرية جنب النيل أزرق. نعم، حسب كلامه هو الخدمات من أديس أبابا الأسفلت والكهرباء مع بعض إلى آخر قرية. تتذكر المواطن اللي بيسمح بالتمرد؟ طبعا لا. وأنا أتذكر أخي جعلي زمان 90 91 واحد، حتى يكون حسين خوجلي فعمل مقابل مع أحد أخو الجنوبيين، قالوا أنت ليه بتتمردوا؟ الجنوبي قال كلام فيه منطق قوي جدا، قال له يا حسين أنت قاعد برا مش عندك سيارة؟ قال له أي. مش عندك بيت؟ قال له أي. قال له أنا لا عندي سيارة في الجنوب لا عندي بيت ولا في كهرباء، ولكن بتقول تمرد بس يعني يقول تمرد جنبي أقول تمرد. نعم. يعني ما في مصالح يحميها الشخص الخارجي، لكن حسين خوجري أو أنا عندي بيت وعندي عمارة وكذا بقدر بجتهد عشان أحافظ على هذا المعمار وهذه المصالح. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أنه الحكومات السابقة ساهمت في تخريب البلاد وساهمت في قيام الحركات المسلحة وجعلت للحركات سلاح. السلاح هو المواطن السوداني المغلوب على أمره، وزي ما قالوا عايرة ودوا صوت. نعم. خدمات ما في يتمرد دوس منتهي. نعم. لكن أنا أفتكر أنه لما تكون في خدمات وتكون في تنمية الأطراف هي حتدحر. نعم. أي حركات مسلحة جديدة. نعم. دكتور أخيرا دكتور محمود، يعني بإيجاز شديد جدا لو تكلمنا عن الاجتماع الذي تم في جوبا، ويعني سلمنا بأن هذا الاجتماع يمكن أن يكون العتبة الأولى بإذن الله تعالى للسلم الذي يقود إلى نهايات سعيدة لسلام مستدام في السودان. فاحتضان دولة جنوب السودان بمبادرة من سيلفا كير ومعرفة سيلفا كير بالسودان وبتفاصيل المشكل حتى المزاج السوداني هو أدرى به، فإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المعطيات مجتمعة يعني خطوة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله؟ أنا في اعتقادي عبدالي اختيار جوبا وكان اختيار صائب، بحكم أنه حتى في ارتباط، يعني مثلا عندك القائد عبدالي سحرين ارتباط يعني ارتباط حركي قبل كده مع الحركة الشعبية، حتى الحركات دارفور إنها ارتباط برضو وثيق مع 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 حكومة الجنوب. فبالتالي إحنا برضو القرب بتاع الانتماء، لأن إحنا كسودانيين مع بعض، يعني أن إحنا كسودانيين أعتقد عبد الله لنا انتماء مع دولة الجنوب. نعم. فأعتقد بالعكس، هو أنا بالنسبة لي يعني الكون يكون التفاوض، وأنا أتمنى يكون التفاوض موجود في جوبا كله. فأعتقد ده بدي قوة وبدي يمكن حافز كبير بذات أخواننا وحركات المسلحة، بدي مساحة أن هم في نوع من الطمأنينة بالنسبة لي أكثر من أي دولة تانية. نعم. يعني أي دولة تانية ممكن الناس يحسوا يعني في بعد، لكن إحنا بالنسبة لجوبا ما في بعد. وبرضو إذا قلت لك ارتباط الحركات برضو بحكومة الجنوب، أعتقد ده برضو بدي دافع قوي، وممكن ليه يكون ليه تأثير برضو، يعني ممكن يعني سيرفاكر وهم برضو بكتبوا نفس النار تعطنا، يعني هي جوبا ذاتها يعني عندها نفس المشاكل، يعني أعتقد هي برضو كونه هي تسعى لتحقيق السلام في الشمال في السودان الشمالي، أعتقد ده برضو بدي دافع قوي جدا إنه هي نفسها بتحقق برضو سلام بنفس الأسلوب. نعم. يعني بحفزها إنه بحفزها هي كحركات ضدها أو كحكومة
يسعوا بنفس المنحة اعتقد يعني، فهو دي حاجه كويسه يعني. يعني غيره كده ممكن نوع من الغيره مخليهم انهم ان شاء الله يكملوا سلامهم اذا كان جاءوا السلام بتاع الشمال. نعم، هكذا انتهت هذه الحلقه من اشراقات الغد، وهي الحلقه الثانيه من عمر هذا البرنامج. ان شاء الله ستتواصل حلقات هذا البرنامج والحديث عن السلام في محاور وجوانب مختلفه. في الختام لا املك الا وان اتقدم اليكما بالشكر الدكتور محمد عيسى عليوة مدير مركز اشراقات الغد، شكرا جزيلا لك. وطبعا محمد عيسى عليو، لكن عليوة دي غايه حنينه كده عليو مقبول يعني. نعم، شكرا لقبول يعني هذا الاسم الذي اطلقناه عليك في هذه الحلقه ولم يكن اسما اصيلا. شكرا شكرا رجال، شكرا كثير، وشكرا لقناه الشروق، وشكرا للمشاهد الكريم اللي تحملنا على مدار ال 40 50 دقيقه نحن نتحدث عن السلام. ان شاء الله اتمنى هو يتحملنا اكثر ونحن كلنا نجيب سلام لهذا الوطن العزيز الغالي. نعم ان شاء الله، شكرا لكم وشكرا لكم انتم ايضا سامعين مشاهدينا اينما كنتم على حسن المتابعه لنا في هذه الحلقه. نتمنى ان تشقشق العصافير وان تحلق حمامات السلام في ارجاء هذا الوطن الذي يستحق ان يعيش في امن وسلام وطمانينه، وأن يعيش هذا السوداني الأسمر بين قوسين هذا الزول أن يعيش حياة أفضل مما هو الآن، وهذا لا يتأتى إلا بإخلاص النوايا في أن يكون هنالك سلاما حقيقيا. وعلينا أيضا نحن جميعا دور يمكن أن نلعبه في تحقيق السلام في السودان. حتى ملتقانا بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، لكم منا جميل التحايا من فريق العمل، وإلى اللقاء.